بالفيديو عاد الامام ياخذ عزاء والدنا شربيني ويودد الله يرحمه السلام عليكم لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطوا فمكم بالصلاه على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس مساكم الله بالخير عندنا سحب على 100 جوال ايفون 14 برو ماكس كل الشروط تتفرج على 20 فيديو سابقين في قناه كوره شراب وتضغط لايك ثم تكتب تم في جميع التعليقات وبإذن الله كمان شهر سيكون السحب على 100 ايفون برو ماكس كبير من نجوم الفن على حضور الجنازه لمساندتها حيث حضرت الفنانه دنيا سمير غانم وزوجها الاعلامي رمي رضوان دره صبا مبارك احمد داوود عمر السعيد كذلك الفنانه حلا الشيحه بمسجد المشير طنطاوي تمهيدا لانتقاله إلى مثواه الأخير وكانت النجمة دينا الشربيني أعلنت وفاة والدها محمد الشربيني وكتبت عبر حسابها على موقع الصورة الفيديوهات انستغرام معلنة عن موعد صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي ومطالبة متابعيها بالدعاء له ونعت الفنانة شيرين رضا والد الفنان دينا الشربيني الذي توفي أمس عبر حساب رسمي على موقع انستغرام وكتبت شيرين رضا عبر انستغرام إن لله وإن له راجعون خالص التعازي العزيزة دين الشربين في وفاة والدها رحمة الله عليه وربنا يصبرهم بالفيديو عاد الإمام يأخذ عزاء والدين الشربيني ويردد الله يرحمك احتضنت ألف